Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Salam alaikum, ¿qué tal el ahwal? Kentmenna tkunu bikhair wa ala khair, inshallah ya rabbi. Hoy, si Dios quiere, tenemos una lección muy importante. اليوم, inshallah ya rabbi, عندنا واحد الدرس مهم مهم جدا. غادي تحاولوا تركزوا معايا، درت لكم واحد الدرس يعني بواحد الطريقة خفيفة إن شاء الله، من بعد هذيك الساعة ونشرحوا أكثر. يعني هادو الناس المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، باش إلا جات لكم شي أوراسيون بحال هيدا في ستيلو ديريكتو ولا إنديريكتو تعرفوا كيفاش غادي تحولوه. بالي ما نطولش عليكم، مرحبا بكم، ألف مرحبا. درس جميل جدا، ستيلو ديريكتو إي انديريكتو او الستيلو ديريكتو اي استيلو انديريكتو، كيتسمى بطريقه اخرى ديسكورسو ديريكتو اي ديسكورسو انديريكتو. ان فرانتيس لو ديسكو ديريكت اي لو ديسكو انديريكت. برافو، مهمين. شفنا ستيلو مازال كومبليمنتو ديريكتو كومبليمنتو انديريكتو، هذاك بوحدو بور فافور باش ما تخلطوش ليكم، هذاك كيتسمى ستيلو ديريكتو وستيلو انديريكتو. Vale, vamos a ver dos frases muy importantes en estilo directo y cómo podemos pasarlas a estilo indirecto. Y de que se han hecho los tiempos verbales. Me dije con estilo directo, me que tajulo el estilo indirecto, que ves que tajulo, que ves que huli. Vale, باش الا كان عندنا واحد الفيرب مصرف ستيلو ديريكتو في البريسينتي ولا في الفوتور ولا في الامبيرفيكتو، كيفاش خصو يكون في ستيلو انديريكتو. Vámonos. Estilo directo y en directo. Estilo directo e en directo. Vamos a ver, aquí tenemos dos ejemplos de estilo directo. Estilo directo. La primera frase, el médico dijo, soy el mejor cirujano de este hospital. El médico dijo, el طبيب قال, soy el mejor cirujano. أنا هو أفضل أو أحسن جراح ولا دكتور جراح de este hospital. هاد المستشفى. El médico dijo soy el mejor cirujano de este hospital. اللي خصنا نحاولوا واش نبدلوا فيه هو من هنا بين معقوفتين entre parentheses. Por favor, عندنا el verbo ser مصرف في البريسينتي الانديكاتيف. اوكي، إذا كان عندنا هنا الجملة مصرفة في البريسنتي الانديكاتيفو، غادي نشوفو البريسنتي الانديكاتيفو اش غادي يقابلو البريتيريتو امبرفكتو الانديكاتيفو. إذا الميديكو ديخو سوي الميخور سيروخانو دي استي هوسبيتال، غادي تولي ضروري كنزيدو لها هاد كي. الميديكو ديخو كي إيرا فيربو سير سوي في الامبرفكتو كيولي ارا اراس ارا ارامس ارايس اران. الميديكو ديخو كي ارا الميخور سيروخانو ديل هوسبيتال. الميديكو ديخو كي ارا الميخور سيروخانو ديل هوسبيتال. بيرفكتو، موي بيان. لا سيغوندا فراسي بور فاور. انا ديخو tengo que estudiar más. خصني نقرا اكثر. Ana dijo tengo que estudiar más. خصني نقرا اكثر. اذا مهما الفيربو تينير مصرفنا في البريسينتي الانديكاتيفو، اذا كما قلنا غادي تصرفنا في البريتيريتو امبيرفيكتو. حنا كنعرفوا الفيربو تينير في البريتيريتو امبيرفيكتو كتصرف تينيا تينياس تينيا تينيامس تينيايس تينيان. برافو. اذا كنهضروا هنا على تينغو لا بريميرا بيرسونا. انا ديخو كي ضروري كي بور فاور. انا ديخو كي تينيا كي ستوديار ماس، خصها تقرا اكثر. انا ديخو كي تينيا كي ستوديار ماس. فالي قلنا انا ديخو تينغو كي ستوديار ماس، كتولي في ستيلو انديريكتو. أنا dijo que tenía que estudiar más. خصها تقرا أكثر. إذا هنا كان في البريسنتي الانديكاتيفو، هنا ولا في البريتيريتو امبيرفكتو الانديكاتيفو. غادي نعطيكم بعض تيمبوس فيرباليس ملي كيكونوا هنا في البريتيري بيردون في ستيلو اندي في ستيلو ديريكتو، كيفاش كيوليو في ستيلو انديريكتو. فالي بور اكزومبلو، كيما قلنا إذا عندنا البريسنتي الانديكاتيفو كيولينا البريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو ماشي سوبخونديفو.
عندنا البريتيريتو بيرفكتو كومبويستو اللي كيكون مركب اللي كيكون فيه الفيربو ابر اي اس ا ايموس ابيس ان اوكي جي مورال بارتيسيبيو باسالو بيرفكتو مثلا اي تينيدو اي سكريتو اي ميرتو اي مثلا اي ويلتو اكسيتيرا. عندنا هنايا كيقابلو البريتيريتو انديفينيدو ولا البريتيريتو بلس كوم بيرفكتو دي انديكاتيفو بحال بحال اللي بغيتي اللي جاك ساهل كتطبقو. واش البريتيريتو بلس كوم بيرفكتو انديكاتيفو اللي كتكون فيه ابيا ماس بارتيسيبيو باسادو حيت كيكون كومبويستو او لا البريتيريتو انديفينيدو ولا البريتيريتو سيمبل اللي كنعرفوه هنا هو الانديفينيدو الماضي تاعو. براو عندنا البريتيريتو امبيرفكتو. الا عندك هنا البريتيريتو امبيرفكتو هنا كتخليه نيت كيبقى البريتيريتو امبيرفكتو. البريتيريتو امبيرفكتو كيبقى نيت البريتيريتو امبيرفكتو. عندنا فوتورو سيمبلي هنا الا كان عندنا الفوتورو سيمبلي كيولي كونديسيونال سيمبلي. عندنا الامبيراتيفو حتى هو كيبقى الامبيراتيفو ولا ابيثيس كيولي البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبخونتيفو كيولي البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبخونتي. هذا هو استيلو ديريكتو انديريكتو. شرحت لكم بواحد الطريقه خفيفه يعني ما من بعد ديك الساعه نمشيو بالديتاي سماس ولكن باش تكون عندكم عليه فكره مزيان باش ال دي ديال ليكسام ان شاء الله يا ربي لا عطاكم شي جمل بحال هذه تكون عندكم فكره عامه على هذا الشيء. تحياتي لكم كنتمنى يعجبكم الدرس ديال استيلو ديريكتو انديريكتو وتحياتي لكم وحظ موفق للجميع ان شاء الله يا ربي اعانكم الله والى اللقاء.